استخدم فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي باراك أوباما موقع تويتر ليعلن فوزه بولاية رئاسية ثانية، واضعا صورة له وهو يحضن زوجته ميشيل. الصورة سجلت رقما قياسيا في عدد إعادة التغريدات المعروفة بالريتويت، ووصلت إلى أكثر من 800 ألف ريتويت، كاسرة رقما قياسيا كان مسجلا باسم المغني الشاب جاستن بيبر. أمرت محكمة أمريكية شركة أبل بدفع 368 مليون دولار أمريكي بحجة انتهاك براءات اختراع. وقالت المحكمة إن خاصية فيس تايم للمحادثة الموجودة في منتجات أبل انتهكت أربعا من براءات الاختراع التابعة لشركة فيرنتكس، لكن أبل تقول إن التقنيات المسجلة باسم شركة فيرنتكس تشكل جزءا صغيرا من أنظمتها. وسع مطورو برنامج إنستغرام لمشاركة الصور من مجالات عمله، إذ أصبح بإمكان المستخدمين الآن مشاهدة صورهم وصور المستخدمين الآخرين على أجهزة الكمبيوتر التقليدية بعد أن كان استخدام البرنامج محدوداً على الأجهزة الذكية. لكن هذا التطور أثار قلق مناصري الخصوصية، إذ يرون أنه سيسهل من نسخ الصور واستخدامها في مجالات عديدة. وأخيراً، وبعد 14 عاماً على إطلاقه، قررت شركة مايكروسوفت إغلاق برنامج المحادثة الشهير ويندوز لايف ماسنجر في شهر آذار مارس من العام المقبل، ويمكن للمستخدمين نقل أسماء وبيانات أصدقائهم من برنامج المحادثة ذاك إلى برنامج سكايب التابع لمايكروسوفت أيضاً. حيدر طالبي، BBC.